مرحبا بكم أيها الرائعون على قناتكم دهاليز. حلقة اليوم سنرى فيها دوران الحيوانات بشكل دائري. ظهرت كثير من التسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول ظاهرة غريبة، ألا وهي دوران الحيوانات حول نفسها، وبالتحديد عكس اتجاه دوران عقارب الساعة، مما جعل الناس في كثير من بقاع العالم يحاولون فهم السبب لهذه الظاهرة وإيجاد تفسير علمي لها. سنطوف معا في هذه الدقائق حول هذه الظاهرة الغريبة ونحاول فهمها وإيجاد تفسير علمي لها. دعونا أولا نفهم ما معنى دوران الحيوانات بشكل دائري حول نفسها. فهذه الظاهرة العجيبة قليلة الحدوث، بل تعد سلوكا نادرا لتلك الحيوانات، خاصة أنها ليست سلوكا فطريا معتادا. فما يحدث أن بعض الحيوانات مثل الأغنام والماعز تتحرك بشكل دائري في حلقة باتجاه واحد وبصورة جماعية، وكأنها تدور حول شيء ثابت يقع في مركز دورانها، لذا أطلق عليها طواف الحيوانات. وقد اجتهد العلماء لإيجاد تفسير معين لهذه الظاهرة التي حيرتهم، فقد حاولوا فهم الأسباب والدوافع التي سببت هذه الظاهرة. طواف الحيوانات ظاهرة تمثل لغزاً. صحيفة الشعب الصينية نشرت على موقع تويتر مقطع فيديو مصور بكاميرات المراقبة بتاريخ 16 نوفمبر 2022، أظهر قطيعاً من مئات الأغنام داخل مزرعة تقع في مدينة بوتو داخل منغوليا التابعة للصين، تدور حول نفسها في دائرة مغلقة وبصورة مستمرة. والذي جعل لغز ظاهرة دوران الحيوانات حول نفسها غامضاً هو أن الأغنام أظهرت هذا السلوك منذ 4 نوفمبر 2022، واستمرت الحيوانات في الدوران دون توقف مدة 12 يوماً على الأقل، وليس معروفاً ما إذا كانت قد توقفت لفترات من أجل تناول العلف أو للشرب، أو ما إذا كانت الأغنام تتحرك بشكل متواصل، مما دفع صاحبة المزرعة لإخبار الصحف ووكالات الإعلام المحلية بالقصة، سعياً لإيجاد حل للغز ظاهرة طواف الحيوانات عند قطيع الأغنام في مزرعتها. وفي تقرير صحفي للمجلة الإخبارية نيوزويك حول ذلك اللغز، تم طرح العديد من الأسئلة على صاحبة المزرعة السيدة مياو، والتي أخبرت أن عدداً قليلاً فقط من الأغنام التي قامت بهذا السلوك في البداية، ثم بعد ذلك بدأ القطيع يقوم بتقليد تلك الحيوانات بشكل تدريجي مع مرور الوقت. هل هناك تفسير علمي لظاهرة دوران الحيوانات بشكل دائري؟ يوجد عدة تفسيرات علمية محتملة لظاهرة طواف الحيوانات قدمها العلماء في مجال تربية ورعاية الحيوانات، وأهمها هو إصابة الأغنام بمرض دوران الأغنام البكتيري الليستيريا، أو إصابتها بالإحباط نتيجة وجود القطيع لفترات طويلة ضمن الحظائر، حيث يعود الاختلاف في تفسير ظاهرة دوران الحيوانات بشكل دائري إلى اختلاف مدتها وشدتها وعدد الحيوانات التي تبدي هذا السلوك. في الحقيقة لا يوجد بحث علمي أو دراسة تستقصي هذه الظاهرة بشكل شامل، وهذه أهم التفسيرات والأسباب المحتملة لهذه الظاهرة. تفسير دوران الحيوانات حول نفسها. الباحث مات بيل، البروفيسور ومدير قسم الزراعة في جامعة هاتبوري في جلوستر بإنجلترا، قدم تفسيراً محتملاً للظاهرة، فقال: يبدو أن الخرافة كانت تبقى في الحظيرة لفترات طويلة، وهذا قد يؤدي إلى سلوك معتاد مع طواف الحيوانات بصورة متكررة نتيجة إصابتها بالإحباط من تواجدها لفترات طويلة داخل الحظيرة وقلة الحركة، حيث لا يستطيعون الذهاب لأي مكان خارجها، وهذا ليس جيداً. ثم تبدأ الخراف الأخرى بالانضمام، لأنها حيوانات تعيش كقطيع وتترابط أو تنضم إلى أصدقائها. الشائع أن الأغنام تتحرك بعقلية القطيع سواء للنوم أو للرعي. تفسير آخر لهذه الظاهرة أنه يعتبر إصابة بمرض الليستيريا. ما حصل في مزرعة السيدة مياو
قد يستبعد هذا الاحتمال، فالقطيع الذي كان موجوداً في إحدى الحظائر من بين 34 حظيرة هو فقط من أظهر هذا السلوك. ومن المعروف أن مرض الليستيريا يصيب من 2-10% فقط من القطيع، لكن القطيع في تلك المزرعة كان مشاركاً في هذا السلوك. كما أن القطيع كان بصحة جيدة ولم يلاحظ نفوق الأغنام خلال عملية طواف الحيوانات، وهذا ما يرجح التفسير السابق الذي قدمه البروفيسور مات بيل لتفسير دوران الحيوانات حول نفسها. ما سبب دوران الحيوانات بشكل دائري؟ قد يكون الاكتئاب والإحباط سبباً وجيهاً لهذه الظاهرة نتيجة احتجازها لفترات طويلة في الحظيرة، وهذا ما يدفع الأغنام للقيام بسلوكيات غريبة وغير مألوفة مثل الدوران. أو قد يكون في بعض الحالات نتيجة إصابة الحيوانات بمرض الليستيريا الذي يكون دوران الحيوان المصاب حول نفسه أحد أعراضه الأساسية، ويمكن للسببين السابقين أن يشكلا سبب طواف الحيوانات مع ترجيح الإحباط كسبب وليس نتيجة الليستيريا. في جميع الأحوال يكون سبب دوران الحيوانات بشكل دائري غير طبيعي، وذلك لأن هذا السلوك نادر الحدوث ولا يحصل بشكل متكرر، حيث أنه لا يندرج ضمن السلوكيات الطبيعية للأغنام.